وإلى الأزمة اليمنية، حيث قصفت طائرات قوات التحالف العربي وزارة الداخلية اليمنية في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، كما شنت عدة غارات أخرى على المواقع في قلب المدينة. وكثف التحالف غاراته الجوية في الأسابيع الأخيرة مع استعداد قوة برية عربية ومقاتلين موالين للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي لشن هجوم لاستعادة صنعاء التي سيطر عليها المقاتلون الحوثيون في سبتمبر من عام 2014.